سجل هالموضوع. بقول لك في عندك وضع، في عندك محليا اقليميا عالميا طبعاً. على طبعا وين ما كان. سنة مخاض مثل ما ذكرت لي ماجي فرح، المشاهدين اللي عم يتابعونا بدهم يخافوا، يعني بنقول لهم توقوا، احنا خايفين خلق. يعني احنا خايفين عم نزيد خوف يعني. ولا عملنا احنا هلا بفترة مخاض ممكن تمتد من 3 لـ4 سنين، يعني تقريبا اي متى بنحس انه بالسنوات المقبله فعلا رح يكون في انفراجات؟ وهل رح يصير في انفراجات؟ نعم، ما يصير في الانفجار لحتى يتم الحلول، ولكن نحن تعمدنا اذا ما كبرت ما بتصغر. حظوظ الابراج رح نتابع بعلم الفلك مع ماجي فرح، ولكن هلا رح ننتقل لعزميلتي اليز. لك اليز ينعاد عليك. بشكل عام مين الاكثر حظا، الاوفر حظا السنه؟ الى اخر السنه عنده ظروف جيده حظا السنة ماجي، ما في حدا كتير يعني حقيقة. شو بدي احكي الحقيقة؟ ممكن نشوف انه ساتيرن، بس كمان اذا عندك منيح عندك الحوت كمان بالابراج الجيدة. اول برج الحمل ونشوف شو اوضاعه السنة برج الحمل. يلا بس اكيد عنده قصة، يمكن عنده كمان مفاجأة حلوة كثير مبسوطين. لا الحمل جيد بالاجمال، افضل التغييرات انقلابية وجذابة. كيف كان وضعه؟ كان دقيق، كان دقيق شوي دقيق لانه دخل علنية او رح يطالب بالعلنية في النص الثاني من السنة، وهذا الشيء كثير انفصال. ثم البرج الثالث رح نتوقف ماجي فرح نحن وياكي، ونرجع ننتقل لعند زميلتي اليس. لك اليس تفضلي. ينعاد عليكم مشاهدينا بسنة 2013 بأول يوم من سنة 2013، ينعاد على الجميع بسنة جديدة مليانة فرح وأمل، سلام وأمان، أيام حلوة للبنانيين ولكل لبنان، وتبقى حلوة الحياة وتصير أحلى بال 2013. مشاهدينا اليوم رح نترافق نحن وياكم زميلتي إليز باسيل وأنا عفاف دمعة بالحلقة الأولى من السنة الجديدة، وضيفتنا الأولى بأول حلقة من السنة الجديدة الإعلامية ماجي فرح. أهلا وسهلا فيك، أنه نفتتح أول حلقة من سنة 2013 بوجودك معنا، بحضورك معنا، ونحن بانتظار اليوم شو رح تقول ماجي فرح. دايما الأشخاص، الإنسان بطبيعته بخاف دايما من السنة اللي جاية، من الأيام، من اللحظات اللي جاية عليه. دايما بخاف بأنه تتكرر مشاكله، المآسي اللي قطع فيها، المشاكل اللي مرق فيها، لحظات البشعة بخاف أنه تتكرر بحياته. بال 2013 شو نحن بانتظار؟ شو ماجي شو الحيين في شوفوا علي؟ سنة كتير قوية وفيها قاد، يعني هي فترات صعبة.